أول أزمة عندنا إنه الدولة أهملت إعلامها الرسمي. خلاص؟ الدولة التي تهمل تلفزيونها الرسمي تصبح بلا صوت. والدولة التي تهمل إذاعتها الرسمية تصبح بلا صوت. والدولة التي تهمل صحافتها القومية تصبح بلا رؤية. وبالتالي دولة أهملت التلفزيون والإذاعة والصحافة فبقت لديها صوت ولا صورة ولا رؤية. بقت بتعتمد بقدر كبير جدا على الفضائيات الخاصة. من أسباب أو من علامات الغباء السياسي اللي احنا عايشين فيه بقالنا فترة انه نلاقي مثلا السيد رئيس الجمهورية رايح زيارة خارجية فيقوموا واخدين معاهم قناة مملوكة لراجل بتاع سيراميك او قناة مملوكة لرجل اعمال بيشتغل في البيزنس ولا مذيعي هذه القنوات عمره ما هيبقى للدولة كدولة انما هيبقى صاحب المحطة والاستثمارات يعني لما يحصل خلاف بين صاحب المحطة وبين الدولة المذيع بتاع المحطة دي هينحاز لصاحب المحطة حتى لو كان على حساب الدولة.